اهلا بكم في درس جديد من موقع دروس اونلاين. ان شاء الله النهارده هنتعلم طريقه سهله جدا من خلالها تقدر تقوي اشاره ومدى الواي فاي للضعف او حتى اكتر من الضعف. مشكله بتقابلنا هي ان اشاره الواي فاي بتضعف مع وجود حوايط كتير، فبالتالي لو انت بعيد شويه عن الراوتر فما بتلاقيش الاشاره كامله وممكن ما تلاقيش اشاره خالص. فالنهاردة هنتعلم ازاي تقدر تقوي اشارة الواي فاي بطريقة سهلة جدا. كل اللي انت محتاجه هي كان او كانز زي ما احنا بنقول، ومقص ولازق دبل فيس او اي حاجة بتلزق من ناحيتين او اي حاجة تثبت بيها الكان دي. في البداية لازم نقطع الكان بالطريقة ديت، فهنمسك المقص وبعدين بطريقة ما ممكن تستخدم مشرط هيكون أسهل طبعا، لكن وكون حذر شوية لأن سطحها حاد فممكن تتعور. ف بعدين بتشيل الناحية اللي هي ما فيهاش الفتحة نهائيا من الكان، وبنروح للفتحة اللي فيها الناحية اللي فيها الفتحة، وحاول هتبدأ قطع من الناحية البعيدة عن الفتحة، يعني ما تبدأش قطع من هنا، هتبدأ القطع من الناحية البعيدة عن الفتحة بالطريقة دي. نفس الفكرة برضو خد بالك انك لازم تسيب جزء ماسك في الكان، وبعدين بتشوف الفتحة فين ومن قصادها تقريبا بتروح قاطع الكان بالطريقة دي، فبيكون عندك حاجة شبيهة بالشكل ده كده. طبعا بتحاول تتنيها عشان تاخد حاجة شبيهة بالشكل ده، ولو لقيت فيها شوية حاجة ساقعة منديل حاول تنشفها من السائل ده. وبعدين كده احنا تقريبا قضينا نص المهمة. النص التاني وهي انك عايز تثبت الكان ديت في الانتنة بتاعت الراوتر، هي كده ممكن تقع ممكن ما تكونش مظبوطة، فبتستخدم حاجة زي اللزق اللي هو الدبل فيس ده، ممكن تلاقيه في اي مكتبة او اي حاجة تانية تقضي المهمة، يعني مش لازم لازق دبل فيس. وبعدين بنلزقه في قاع الكان بالطريقة ديت، وبعدين بنحط بنعدي الانتنة من الفتحة بتاع الكان وبنضغط عليها فبتبقى ثابتة جدا ما بتتحركش نهائيا. والفكرة انك تخلي الناحية ديت هي المقابلة لاستخدامك، يعني لو ديت الحيطة بتخلي الراوتر بالشكل ده وتخلي التقوس ده او التقعر ده ناحيتك. في البداية انا ما كنتش مقتنع بيها، لكن بعد تجربتها الحقيقة نتائج ممتازة بتضاعف اشارة الانترنت وتقويها جدا. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الدرس ده. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا.